اعذريني لو اتصلت في وقت يمكن مش مناسب، اوعي تفتكريني يعني ناوي عاتب ولا حاسب. الحقيقة اني بنهي حكاية بايخة وافضها، كنت بتنازل كتير وياريتني بعد ده كل عاجل. هشتري نفسي وابيع اللي ما كانش في يوم نصيبي، اللي كان عامل حبيبي وهو اصلا مش حبيبي. مش هتفرق عندي يعني تقولي عني او تعيبي، كنت قايد من صوابع العشرة شمع وكنت خايب. كنت بالنسبة لي عندي اغلى من كل الحبايب، واللي كان طول عمره حاضر من النهاردة يبقى غايب. يلا. كنت هبعت لك رسالة يعني أسهل من مكالمة، بس قلت أكلمك وأقول لك إنك واحدة ظلمة. كنت قاسية وكان مزاجك تظلمي وتيجي علي، شطرة وسط صحابنا تعملي نفسك مسلمة. كنت هبعت لك رسالة يعني أسهل من مكالمة، بس قلت أكلمك وأقولك إنك واحدة ظلمة. كنت قاسية وكان مزاجك تظلمي وتيجي علي، وسط صحابنا تعملي نفسي. يلا. اشتري نفسي وبيع اللي ما كانش في يوم نصيبي، اللي كان عامل حبيبي وهو اصلا مش حبيبي. مش هتفرق عندي يعني تقولي عني او تعيبي، طول عمره حاضر من نهار ضايق أغاية. كان عامل حبيبي وهو اصلا مش حبيبي. مش هتفرق عندي يعني تقولي عني او تعيبي، كنت قايد من صوابع العشرة شمع وكنت خايب. بالنسبة لي عندي اغلى من كل الحبايب، واللي كان طول عمره حاضر من النهارده يبقى غايب.